العرب في كل انحاء العالم، لكل الجاليات العربيه، احمد زكي شو بحب يقول لهم اللي بيتشوقوا انه يسمعوا كلمه منه، يعني بيتابعوك بافلامك لكن في كلمه عبر قناه الافلام، شو بتحب تقول لهم؟ I love you. بالعربي؟ جتام فرطة. ليش لبدش ولا حسن اللول بيقول ايه؟ بس هقول حاجه دلوقتي بس ما حدش يعرفها. بحبكم بالصيني تشي اي تواني. ده بجد يعني مش بهرج، وكل سنه وانتم طيبين وبحبكم 10 مرات. نحن بنحبه 1000 مليون صح؟ عاوز احيي الفنان عمر الشريف. عمر الشريف لازم كلنا نتباهى بيه. ده مش مجرد تحية بقولها ولا كومبلمو ولا بقول ولا بعيد، لا انا عايز منه حاجة ولا هو عايز مني حاجة، غير فعلا هذا الرجل احنا مش مدين ليه حقه كويس. عمر الشريف ده ابن البلد دي وابن اسكندرية ومصري وطرق العالمية اللي احنا كلنا عمالين نتباهى بيها، واي حد فينا يلمع شوية كده يتكلموا عليه في العالمية ومش العالمية وبتاع. هو طاح في العالمية وكل محاورها وكل تركاتها عمر الشريف مثل مع كل. فعمر الشريف كان بالنسبة للإنسان المصري العربي كلنا كنا بنتباهى، مصريا كلنا كمصريين كنا بنتباهى بيه لما بنسافر، وأي راجل عربي كنا بنتباهى إن عمر الشريف ده مصري عربي. واجهة مصر جميلة، وفي نفس الوقت أنا واحد من الناس طرقت يعني حسيت بده، عملت عملية في لندن كلينك وهو ضرب تليفون، فلندن كلينك كلها اهتمت بيا كفنان مصري علشان عمر الشريف كلمني في التليفون. وفرحت اكتر لما في برنامج في التلفزيون وعمر الشريف بيتكلم على مصر وعلى اهرامات مصر وعلى اثار مصر وهما بيحبوه، فكانوا بيتعرفوا على مصر من خلال برضو عمر الشريف. فعمر الشريف انا بحييه كمواطن مصري وكفنان مصري، واتمنى ولازم يعرف، لازم تعرف يا عمر الشريف ان احنا كلنا بنحبك كلنا بنقدرك كلنا بنعزك وعارفين قدرك كويس جدا، ولازم تبقى عارف ده كويس قوي، وبنحبك يا عمر الشريف.